стороне, кто читает свои сны. Поклоняюсь темноте. Ольба Фатал. ايه ده؟ انت بيقفل وراك. هو قفل لوحده. مش محتاج توصية. بس انت مش هتعرف تفتحه مثلا. المكان ده المكان ده ايه المكان ده طيب؟ مش عارف. في حاجة عند اللمبات دي ولا ايه؟ ولا النور عادي؟ لا اللمبة ده عادية ولا ان انا امشي وراها؟ تقريبا. عشان في واحدة ما سمعتش صوت حاجة جنبك، حاجة زي كده. صح؟ اهو. ايه ده؟ ده ايه ده؟ مش ده عارف. عمل. ماذا بعد؟ هتيجي تجري وراك بسبب اللي في ايدك ده. انا مالي؟ انا مالي. هو قال لي خد، انا خدته. العمل هو في سهم جنب الباب اللي انت فتحته ده، فين؟ ولا ده مش سهم؟ لا مش سهم، مش سهم. كمل طريقك. طب ايه الصوت ده؟ مش عارف. هو ايه ده؟ انا اللي جابني هنا جيتار ولوحات. يبقى انا صاحي، يبقى انا صاحي، يبقى انا امشي ورا اللمبات. يا ساتر على الصور. الاقي واحدة بتبص لي دلوقتي بالصور دي. ايه ده البتاع اللي اخدتها دي؟ مساء الخير. مساء الخير. البتاع اللي اخدتها دي انا خايف اجري تجيلي، فانا خليني ماشي بالراحة عادي. هو ايه حوار الشغل؟ انا مش فاهم. طب انت قفلت ليه؟ ليه السسبنس؟ اه دخلت، بتقفل ليه؟ هخرج تاني. غريب اوي. انت توصل للشمع اللي في الاخر دي هتلاقيها قفل دلوقتي. مش عارف الورق اللي انا عمال اخده ده، انا مش فاهم حاجة. ايه ده؟ برضو هربانة من فنون حلوة. يا لهوي! أو مش عارف الحاجات اللي أنا عمال أخدها دي، أنا مش فاهم. احلى حاجة ان احنا بنلعب لعبة مش عارفين فيها اي حاجة. اوف. ايه ده؟ اللي دي فاضية، استخبى فين؟ هو في دخلة من قدام على الشمال. ايه ده؟ طب ده خبر احنا هنجمعه يعني ولا؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ ايه البتاعة دي؟ الورقة اللي كانت في ايدك. إيه؟ مش دي الورقة اللي انا خدتها؟ دي بتجمع او ممكن تكون انت عايز ارقام. ورقة عليها. لا هي بتجمع ارقام. طب ادي 16، انت كده معاك رقم 16. لا مش شرط، ممكن تلاقي تلف تلاقي 15، ممكن تلف تلاقي 14 كده. استنى، في لومات تاني. تعالى يا سلام، دي بقى جديدة. يا سلام يا سلام، جديدة نوفي. هي هي اهو، شفت؟ طب هما دول 3 ارقام، احنا عايزين الرقم التالت. يبقى في ورقة تالتة. احنا جبنا 2 ولا هما ورقتين يجمعوا 3؟ تقريبا. روح لها كده تاني. بقولك انا هجري عشان ده مضايقني. انت مقلق من المكان ده اساسا. ما مش عارف ايه الوشوش دي. بص، فده ما يخوفش.
طيب منين يودع لفين؟ ومين يجيب مين؟ Six months later. لا برضه يبقى في ورقة ثالثة ناقصة تايهة عننا. اهي اهي الورقة اهي اهي. ايوه كده بس كده. طب ما هو بس كده، ما انا مش عارف نفهم ازاي. ليه لفة معايا؟ نوصل بس الاول بنعرف نفهم ازاي. ده هي ما جاتش جريت وراك دلوقتي، ده بقت صعب اكتر. Two thousand years later. انا تعبت. اهي 953. 953 تسعة خمسة ثلاثة تسعة خمسة ثلاثة. رب بس نلاقي حاجة عدلة. يا دي يا ريت ما فتحنا الباب. يا بتيجي امتى دي؟ فرتنا وفتحنا الباب. ايه ده؟ في حاجة هنا. هو في خط في خط دم لحد الدولاب، وفي لمبة فوق الدولاب اساسا. يا نهار اسود. طب اروح فين؟ كده؟ هتشوفك من الفتحة اللي فوق. ما انا نطيت. اطلع قول لها وي وي وي. انا نطيت. بص نطيت. مش عارف، حاسس ان دي جين يا اسطى. اطلع خدها. ايه ده؟ ايه ده؟ كل دي بيبان؟ مش كل دي بيبان، ده اتفتح كده. ايه ده؟ ده في مخبأ ورا البتاع. اه ايه ده؟ ايه ده؟ الله. شكلها في الأوضة على فكرة. لا الصوت ده ليه تن فجأة كده؟ اهي برا اهي. اهي اهي برا اهي. ايوه برا برا. طب هو ليه جابنا هنا؟ هو ليه جابنا هنا؟ نور الكشاف ابراهيم. عشان ما يجيش في عينيه بدل ما نضايقها. طب احنا هنشوف الطريق نعرف ايه اللي في اخره. اخره اسود. الله فتحت الكشاف دلوقتي لقيت اسود برضو. استأذنها يا ابني قبل ما تخش. خلع راسه. جاي جاي منين بقى؟ مش عارف. ده بقى اللي يوضح. ها جاي منين؟ اهي الحمد لله شفناها، على الاقل نعرف ايه راح. استنى. وقفت. ايه ده؟ انا فتحت الكشاف ليه؟ انا بالخطة فتحت الكشاف. بعد اذنك ابلة. مش حاجة هنا. مقفولة. يا نهار اسود. عادي منين؟ يا لهوي. السلام عليكم. طب عدت منين طيب؟ ما مقفولة. لا لا شط. بقول لك ايه، انا زهقت. استوعب كده. هي شفتها يا راجل. تعال انا جاي لك. انا جاي لك. انا جاي لك. هتتعبي نفسك. خزنة بقى.
اطلب الاسانسير. تعال تعال هنلف لفه حلوه دلوقتي. لا لف معايا عايز اخش الاسانسير. السلام عليكم. ايه مش شغال. طريق سلام انت. سلام. اخيرا. ايه رايك؟ يا رب بس يشتغل. انت في الدور الرابع يبقى عشان كده ما نزلتش بيا. لان انت سجلت الرابع. شوف ساب كل الزرار واخترت الرابع. سلامة طنط. بس ودي كانت نهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس وسلام.